السلام عليكم، مرحبا بكم في رحلة جديدة إلى سد الغراس، سد على وازة. تمتعوا معنا في هذه الرحلة الجميلة الممتعة. هذا هو السد ديال الحسن التالي اللي على واد وازة، وهو سد الغراس لأن المنطقة هذه سميتها الغراس، وفي نفس الوقت دابا ولا كيتسمى سد على وازة، يعني معروف واحد الاسم معين، ولكن معروف بسد الحسن الثاني، معروف بسد الغراس. هذا هو دابا مسد عامر عن اخره، عن اخره. حنا درنا واحد الرحلة، سبق لنا درنا واحد الفيديو، درنا واحد الرحلة هنا، قدينا ندوزو في هاد الطريق اللي رانا كنتمشى فيها دابا، قدينا ندوزو بها الطوموبيل، ولكن دابا ما قديناش لان الوديان كلهم دوك الشعابي كلهم تعمروا، كلهم تعمروا بالماء، كلهم تبارك الله امور مزيانه هنايا، المنطقه بدات كتحيا. وهذا هذا السد هذا راه كيمشي لتاوريرت، وكيمشي عبر سد على عبر واد ملويه، نو عبر واد وادزا، وكيمشي كيتلاقى مع ملويه في ملقى الويدان، وكيمشي سد محمد الخامس اللي كيعطي الكهرباء. وسد محمد الخامس عنده واحد الحموله كبيره بزاف، وهو اللي كيعطي الماء لسد مشرح حمادي، ومشرح حمادي هو كيتسقى به المنطقه ديال زيو والمنطقه ديال بركان، يعني كاع ديك المناطق من تما. وكي هذا تاع السقي، وعاود الماء الشاروب كيعطي الماء الشاروب. إذن هذا اصلو هذا راه كيجي عاود من منطقه بعيده، كيجي من الظهره، وكيجي بواد الشرف، وكيفوت على تكافايت، كيجيب الحموله عاود ديالو ملي كتكون الحمله، كتجيب حموله كبيره بزاف. دابا تبع لسيدي الحسن، هاد المنطقه هادي تبع لسيدي الحسن، دونك فيها الحلفه، هانتوما تشوفوا الحلفه ها هي. وكاين عاود ازير، ازير كاين بزاف مع الطريق، ولكن هنايا غير الحلفه هنايا، نقرب لكم. وحتى هاد الحلفه مسكينه كانت كتموت، ولكن دابا يظهر لي راها بدات كتحيا مزيان. دابا جيت لمنطقه اخرى، جهه اخرى، عاود هادي واحد الرافد، ها هو هنايا عاود كنا كنتمشاو فيها هنا لداخل. ها هو البط، تا هو فرحان، هو جا البط. دونك هنايا ها هو دابا تقطعت حتى هنا الطريق. حنا دابا كنتمشاو على رجلينا، كنقلبوا على الاماكن الفارغه، لان هذه كانت كلها خاويه، كلها خاويه، ولكن دابا الماء طلع تبارك الله، طلع مزيان. ها هو بعد الامطار الاخيره، امطار الخير، فوالا ها هي هنايا. دابا غادي نقلبوا منين ندوزو. جينا حنا والاصدقاء، كنكونوا جالسين غير في القهاوي، جينا هنايا نشوفوا هاد المنطقه هادي، وحنا نتسولاجاو شويه. الاخوان ديالنا، الرفاق ديالنا، هما تبارك الله، سي مصطفى، السي الحسين، السي احمد كيحل، وعبد ربي. هاهي هنايا، هنايا هي باقيه الطريق مزيان، موصلهاش الماء، الماء جات عاليه شويه. قاية الأزبال، هاهي الماء واصل قاع حتى الجهة، من هنا عاود جهة أخرى، هاهي جهة أخرى، هنايا غادي تحبس الطريق نيشان. حاولوا نقلبوا فين منين ندوزو، إلا قدينا غادي ندوزو نوريكم الضفة الأخرى الكبيرة اللي فيها الواد. هاهو الماء مريض هنايا، ها صافي حنا نقطعو من هاد الجهة. فين واصل دابا الماء؟ دابا خصنا نمشيو عاود لهيه، نمشيو نقطعو من لهيه عاود. المهم مزيان، كيفرح هادشي، كيفرح. صافي نقطعو من هنا، ها هي قطعوا من هنا، هي مزيان. آه.
اذا من هنا اللي جاي الواد ها هو شوف فين وصل الماء كاع هذه المسافه هذه ها هو فين وصل الماء. انا دابا ما غاديش نقدو ندوزو لكاع داك الجبل الدراري والطوموبيل خليناها بعيده لان ما كاينش امكانيه كاع نهائيا. ولكن المهم هذه الفكره فكره على الواد فكره على السد من هنا مور هذه الكديه هذه هذا الجبل الصغير هذا من تما كيجي الواد. وهذه هنا فين وصلنا في المشي باش غادي نمشيو لمنطقه اخرى. دابا واحد المنظر بانورامي مشينا طلعنا مع بحال حنا ماشيين في طريق بوخوالي يعني بدلنا الطريق ديالنا كيبان لنا السد كله من فوق. من بعد ما مرينا مع الطريق اللي شتو طريق صعبه ها هي دابا هاد البلاصه اللي ما كناش قدينا نوصلوا لها قبيله هي هذه. دابا هذا الواد جاي الواد من الهيه نتاع واتزا واد الشريف والاخرى هذه ما قديناش نوصلوا لها ولكن دابا كنبينها لكم من هذا من هنا من هذا الوجه من هنايا هذه هو المدخل ديال الواد. اذا حنا كنا دونك هادشي ما شفناش كاع دونك حنا كنا في دوك المداخل راهم اللي كيبانوا هما هنايا حدود السد من هذا المناظر هنايا اشكال رائع هادشي هذا. اذا حنا رحنا هنا فوق دابا هذه كلها منعرجات وكاين صعوبه فيها ولكن تفوت الى كان الواحد كيتمشي غير بشويه عليه يدوز ها هنايا رحنا في الفوق كاع طلعنا باش كنشوفوا كاع المناظر تاع هذا السد هذا هادشي رائع جدا. دابا حنا كنتمشاو في الضفه الاخرى كما قلت لكم حنا بدينا كنقربوا للواد من جديد كنتمشاو مع الطريق بغيت نوري لكم هذا المكان هذا الجميل وباش تديو فكره. اذا ملي كدور على السد راه كتولي حتى للواد مره اخرى هذه الطريق ماشي ضايعه ولا طريق مزيان تمشي فيها عادي. ها حنا بحال كنهبطوا للواد من هنا كاين المدخل ديال السد من هاد الجهه من هنا كاين المدخل وحنا رحنا كنشوفوه دابا كنتمشاو كنقربوا منه باش تديو فكره مزيانه. دونك ها هو رجع مع الواد نتاع السد لان راه عامر مزيان. ها هي هو المنظر الجميل بانورامي هاد المنطقة يقدر يشوفها أي واحد خصو يشوفها في الحقيقة. أنا لأول مرة كنشوف هاد المنطقة من هاد الجهة من الجهة الأخرى ديجا يعني درت عليها واحد الفيديو وديجا دزنا فيها ولكن هادي لا حنا زايدين وكنقربو كما كتلاحظو حنا كننزلو من بعد هما السياح هما هنايا كيجيو من بلاد اخرى وكيكتشفوا المناطق ديالنا وما عارفين عندهم الخرائط ديالهم وداكشي. اذا الى هنا اترككم ما الى اللقاء في فيديو اخر ومناظر اخرى. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو نتمنى تكون عجبتكم المنطقه. كنشجعكم باش تزوروها منطقه جميله إلى أمل اللقاء بكم مرة أخرى. أطلب منكم الاشتراك في هذه القناة لتشجيعها وباش نجيبوا دائما الجديد.